حيث نتواجد هنا كان منزل عامر بأصحابه كما البناية قبل أن يستهدفه الاحتلال الإسرائيلي ويدمره في حربه على غزة عام 2014، لتبقى العائلة ما بين تشريد وإيجار قبل أن يأتي الأمر من المملكة العربية السعودية بإعادة بنائه. فهنا يراقب السيد عائد إعادة إعمار منزله الذي هدمه الاحتلال الإسرائيلي قبل 4 أعوام ونصف، عانى فيها وعائلته الأمرين كما يقول. تقريبا 4 سنين ونص واحنا بنعيش في تشريد وفي دمار وفي مأساة صعب جدا، واحنا اليوم طبعا ما بنقدرش نوصف لكم ايش احنا الفرحة اللي فرحانينها يعني بإعادة إعمار هذا البيت، طبعا من المنحة السخية المملكة العربية السعودية، وان شاء الله هيك ربنا بيتمم علينا خير ونرجع لبيتنا وبنسكن فيه وتكون افضل من اول. اما هنا فيجلس اصحاب البيوت المدمره لتوقيع اتفاقيه اعاده بناء ل 120 منزل هدم بشكل كامل، اتفاقيه بتمويل من المملكه العربيه السعوديه وبتنفيذ برنامج الامم المتحده الانمائي. يعني هذه المنحة هي عبارة عن اليوم توقيع 120 عقد مع المنتفعين لإعادة إعمار بيوتهم، هي منحة من 10 مليون دولار، والمنحة 10 مليون هي جزء من 40 مليون دولار بتبرع كريم من المملكة العربية السعودية. تمويل جديد يبدأ ب 120 وحدة سكنية في مرحلته الأولى حتى يصل لإعادة بناء 274 وحدة. بنينا علاقة شراكة متواصلة منذ 4 سنوات تمثلت في حصولنا على مبلغ ما يزيد عن 71 مليون دولار تم صرفها في عدة مجالات. بهذا المبلغ استطعنا إعادة تأهيل وبناء ما يزيد عن 12900 وحدة سكنية. ينضم إليها اليوم بدعم جديد ما يقارب 274 وحدة سكنية مدمرة بشكل كلي. هذا الدعم من المملكة العربية السعودية ليس الأول، بل سبقه الكثير من المشاريع السعودية والتي نفذت في قطاع غزة. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.